استلمت قبل قليل بصفتي رئيسا لمجلس الأمة بالإنابة للاستجواب المقدم من الأخ الفاضل فايز غنام الجمهور، وموجه لمعالي الأخ وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير الأخ شايع الشايع. طبعا وفقا لأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية تم تنفيذ ما يلزم، تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الاستجواب، وتم إبلاغ الوزير المعني الأخ شايع الشايع بهذا الاستجواب، وأدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة. الاستجواب يتضمن محورين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع.